السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم بيت عبد وشيمة. وحشتونا طبعا كالعادة من الأسبوع اللي فات. تخلونا الأول كده في بداية حلقتي بس أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين ويا رب دايما في أحسن صحة وحال. بكرة إن شاء الله بإذن الله أول يوم في رمضان، ربنا يعود عليكم يا رب بالخير واليمن والبركات. كل سنة طيب يا عبد. كل سنة طيبة يا شيمة. أول ما سلمت على الناس كلهم وسبتينا أنا لسه والله لسه ما رحبتش حتى بحد، لسه بقول كل سنة هم طيبين بمناسبة رمضان بكرة إن شاء الله. أنا أرحب بيهم كلهم وأقول لهم كل سنة وهم طيبين، ربنا يعود عليكم الأيام بخير إن شاء الله وتتزاح الغمة ويكون رمضان خير عليكم كلكم. يا رب نخرج إن شاء الله بإذن الله من رمضان وإحنا الغمة دي خلاص انزاحت بقى ونخرج ونعيش حياتنا طبيعية يا رب. أكيد. ويحافظ على كل المصريين اللي هنا في مصر وفي كل جميع المحافظات، يا رب يحافظ علينا جميعا. اللهم آمين. يا رب إن شاء الله تتزاح الغمة ونفرح إن شاء الله ويكون عيد سعيد عليكم. يا رب. ونبدأ بقى يا شيمة في وصفاتنا. وفي طبعًا. مطبخنا. أيوة. وفي ضيوفنا كالعادة طبعا. ونبدا معاهم ونحب نرحب الاول بشيف اللي معانا. ازيك يا شيف؟ شيف جاسر. جاسر اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا شيف جاسر. ازيك؟ اخبارك؟ الحمد لله تمام. شيف جاسر شيف حلواني صح؟ ان شاء الله فهم. يعني احنا داخلين على رمضان بقى فكلها حلويات رقم واحد ان شاء الله. تمام يا شيف، هرجع لك تاني شيف جاسر، بس نرحب بضيفنا اللي موجود معانا في الاستوديو صاحب مصنع التقوى للملابس باشمهندس عماد حمدي. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. يا باشمهندس نورتنا النهارده. الله يخليك فعلا، مبسوطه جدا بوجودك معانا النهارده والله. وحضرتك بصحه وسلامه يا رب. كل سنه وحضرتك طيب ان شاء الله باذن الله. يزيح عنا الغمه دي يا رب ان شاء الله. هنرجع ليك يا باشمهندس وهنكون معاك، هنعرف بقى عن مصنع التقوى وعن الملابس وعن كل الشغل اللي بتاعكم اللي انتم شغالين فيه وشغل الملابس كله باستفاضه. بس احنا بنحب نبدا ايه بالمطبخ بقى، وخصوصا احنا داخلين في رمضان. كويس. هو بس اكيد يعني اكيد واحنا داخلين رمضان، فطبعا الحلويات ده شيء اساسي في كل بيت مصري، الكنافه والجلاش والقطايف، حاجات رمضان كلها. ربنا يحلي ايام المصري. يا رب دايما. نرجع ليك يا شيف وقول لنا بقى ايه الاخبار وهنعمل ايه؟ الحمد لله احنا ان شاء الله النهارده هنعمل عندنا كنافه بالكريمه وعندنا جلاش بالمكسرات، وهنبدا بقى ان شاء الله نعمل الكنافه لاول حاجه. احنا معانا ان شاء الله ريسبيه، معانا كيلو كنافه. تمام. ايوه مقادير الكنافه دي، كنافه بالمكسرات. دي احنا معانا المقادير الكنافه برضو هتظهر للشاشه. تمام. على ساده المشاهدين عشان اللي حابب ايه يعرف المقادير الكنافه، الطريقه السهله والبسيطه اللي الشيف هيعمل بيها عشان نقدر نعملها طول شهر رمضان وان ايه وتبقى معانا. طبعا الكنافه اساسي بيحبوا يعملوها. أيوة. كل بيت حتى لو جنبها اي حاجه تانية، هي سهله وخفيفه لست البيت وكويسه، وبتكون مثلا وصفه سريعه وبتخلص بسرعه وسهله. انا تقريبا انا فاكره مره في حياتي عملت لك كنافه وطلعت ناشفه جدا. انا مش عايزه افتكر، انا مش قادره اتكلم يعني هتضيفها في الحيطه كده ترجعني مش عارفه ليه. لا. ايه السبب بقى ان الكنافه ممكن تنشف مني؟ الكنافه حضرتك لازم سمنه ساعه ما انا باجي اسمن الارضيه الاول. فهمت. لازم انا بس عشان الدايت يا عبد عشان الدايت كنت لازم السمنه العنصر الاساسي في صينيه الكنافه تبقى ناجحه. يلا بينا نبدا مع بعض. كيلو كنافه، كيلو كنافه عادي خالص. كيلو مفروغ. كنافه تمام. عندنا احنا بس نفرقها. تمام. كويس. احنا بتبقى قطع صغيره خالص. هي بتيجي اصلا احنا حضرتك بنحطها في الفريزر بتفرط شويه، وبعد كده بطلعها من الفريزر بفركها. تفرق معايا بتبقى كويسه. تمام. المقادير برضو هتكون معانا دلوقتي اللي هي بتاعت الكنافه، يعني حضروها لنا وتنزل معانا على الشاشه ان شاء الله. عندي حضرتك ممكن برضو تجيبي ست البيت سكر بودره او سكر خشن عادي، بتاخد اقل من كوب شويه عشان خاطر الكنافه تشد واللون بتاعها يبقى كويس في الفرن وتبقى متماسكه. ببدا ايه؟ تمام. افرك فيها كده. حضرتك في طريقه تانية وفي ان انا ادخل السمنه في الكنافه وكده، بس انا بحب الطريقه دي، ناشف في ناشف كده الاول تبقى كويسه. تمام. ببدا حضرتك. تمام. طب يا شيف قبل ما تبدا تجهز وتظبط كده هنرجع لك تاني. فاحنا هنكون مع ضيفنا مهندس عماد. اهلا بك. نورتنا يا باشمهندس. ايه الاخبار؟ نورك انت مش ايه الضجه اللي عاملينها على السوشيال ميديا دي ما شاء الله؟ الله يخليك فعلا. اسعار وحاجات عروض ما شاء الله. فضل الله. حاجات كتير هنعرفها بقى وعايزين نعرف باستفاضه عشان ايه نعرف اكتر عن التقوى وعن الملابس. بس قبل ما نبدا نتكلم نحب نعرف من الاستاذ عماد كانت البدايه ازاي؟ والله يا فندم من البدايه اساسا احنا يعني في مجال الملابس ابر عن جد. وراثه يعني. هي مش هوايه مثلا. طبعا ده دعمته بالتعليم يعني. في فنون تطبيقيه قسم ملابس جاهزه. حضرتك قسم ملابس جاهزه؟ يعني تخصص التخصص. ايوه في كورسات في شهادات خبره في المجال. واخد كورسات وشهادات يعني تخصص وكل شيء. تمام. بسم الله ما شاء الله. البدايه كانت هنا في مصر.
واشتغلت، كنت فاتح مصنع هنا، وبعد كده سافرت ليبيا، قعدت في ليبيا فتره كبيره، رجعت من بعد الاحداث بتاعت ليبيا وبدانا تاني هنا من جديد. تمام. بدانا مصنع بقى اللي هو دلوقتي حاليا مصنع الطاقه، مصنع الطاقه للملابس، ده الديزاينات بتاعته، الشغل بتاعه، كل حاجه ايه طبعا مصنع. بالظبط. طب احنا عايزين نعرف بقى ازاي بيتم اختيار الموديلات للملابس. والله هو بالنسبه لاختيار الموديلات، انا يعني انا في تصميمات بعملها انا من دماغي يعني. يعني في موديلات، ان حضرتك دارس بقى وفاهم ان شاء الله كويس جدا كده. اكيد طبعا لازم يبقى في التست بتاع حضرتك بقى، التاتش او بس الديزاينر. في موديلات كده كده بتكون مسمعه في السوق. يعني هو كده كده اوريدي بيبقى في موديلات موجوده في السوق، دي بتبقى مطلوبه من عندي ومن عند غيري كمصنع ان هو يصمم. يعني دي حاجه بتبقى موجوده يعني. تمام. وفي موديلات اساسا بنحب نميز نفسنا بيها، ودي خاصه بمصنع الطاقه، دي بتاعتنا، دي حاجه بتاعتنا احنا، مش موجوده عند حد. ما تلاقيش عند حد تاني. وحضرتك لو لقيتها بقى يبقى حد مثلا هو اللي قلدها، خدها عملها، اخد الديزاين يعني وحب ان هو ينفذه. ده احنا بنشوف مثلا كتير على النت ولا حاجه فبينفذها. وفي حاجات اساسا اوريدي بتطلب مني، يعني مثلا بيبقى صاحب محل والمنتج ده هو بيجيبه من بره مصر، يعني حاجه بتبقى مستورده، فممكن يبعت لي صورتها يقول لي يعني نقدر دي. نقدر نقول مصنع الطاقه يقدر ينفذ اي ديزاين. الحمد لله، الحمد لله. تمام. وننافس مع المستورد كمان، وننافس مع المستورد. وطبعا بقى احلى سعر اكيد طبعًا. يعني بص يا فندم، هو النهارده في يعني في معادله، المعادله دي بتبقى صعبه جدا ان هي تنفذ مع اي صاحب مصنع يعني. لازم يكون ان هو ايه متفهم الوضع جدا جدا جدا. ليه؟ ان المعادله ديت النهارده عشان توصلها للعميل ففيها صعوبه. العميل النهارده محتاج خامه ماتيريال كويس، محتاج فينش عالي جدا، محتاج جوده. احنا نقدر نقول ان العميل المصري محتاج كل حاجه حلوه، والاهم من ده السعر. والاهم من ده دي اهم حاجه. الحمد لله عندنا في المصنع اساسا انا يفرق معايا الكواليتي بتاع الحاجه، بس برضو السعر تبقى حنين. ما انا لسه بقول له، هو احنا كمصريين كده. استاذ عبده المعادله صعبه شويه جدا. تمام. انه عايز حاجه عاليه جدا، عايز خامه كويسه جدا، عايز فينش عالي، عايز سعر كويس. ما هو ده اللي هنبدا نقوله، وعايزين نعرفه بقى في اختيار الخامات. حضرتك استاذ عماد دلوقتي في ديزاين هيتعمل لخامات، خامات كتيره، في انواع اكتر، ازاي بقى بتنزل تقدر تختار الخامات دي؟ بص يا فندم، هو اللي بيميزنا عن غيرنا برضو ان احنا بنستعمل خامات اغلبيتها مثلا بنسبه 80 90% قطن 100%. قطن 100%. بالظبط. ما بتستعملش حاجه داخله فيها بلستر كتير، حاجه هو بقى. اللي هيقول لا في قماش ما فيهوش بلستر اساسا، يعني هي هتبقى صعبه. هو اي خامه حتى البيور النهارده لازم يخش فيه نسبه بلستر. تمام. ان البلستر ده اساسا حضرتك هو اللي بيدي الليكره للماتيريال. تمام. انما هي لو ما فيهاش نسبه بلستر مش هيبقى فيها ليكره. تمام. فانت بتختار اكتر حاجه فيها قطن، خامات القطن، قطن عادي. ان الحمد لله بفضل الله برضو احنا بنصدر شغل تصدير. بالظبط. يعني المصنع مش شغال محلي لا بس. لا يا فندم، لا لا. عندنا ان شاء الله الحمد لله في اوردرات بتطلع السعوديه، في اوردرات بتطلع ليبيا طبعا، بس الايام دي طبعا صعوبه، يعني فيها صعوبه اساسا طبعا الدنيا، بس ربنا يكرمهم ان شاء الله والدنيا هترجع تاني. الجو ده يعني عالمي مش عندنا احنا بس. اكيد طبعا. بما ان بقى ذكرنا ان الدنيا الفتره دي صعبه، وطبعا اغلب الناس دلوقتي كلهم ما بيخرجوش من بيتهم، واحنا داخل علينا رمضان صحك طيب، وداخل علينا ان شاء الله باذن الله برضو العيد، فالناس مش عارفه تنزل وفي نفس الوقت عايزه تطلب اوردرات، فهل دلوقتي متاح مع مصنع التقوى الشغل اونلاين؟ بنوصل لفندم لاي مكان. يعني احنا اساسا برضو يعني حتى الشعار بتاعنا في الايام اللي فاتت دي، خليك في بيتك ومصنع التقوى هيجيب لك اللي انت عايزه. حلو جدا. طيب فالجزئيه دي ان شاء الله احنا شغالين فيها دلوقتي. شغالين بنسبه مثلا 90% او 95% اونلاين، وبنشحن شغل لغايه اسوان الحمد لله. يعني كل مكان وكل المحافظات داخل مصر او خارج مصر، مصنع الطاقه يقدر يوصل لهم كل حاجه الحمد لله. بنغطي اي مكان يعني الحمد لله. تمام. هنكمل مع حضرتك، بس احنا معلش هنرجع للشيف نشوف عامل ايه ونبدا ايه نكمل. الحمد لله كويس. طيب الشيف عايز يعبده قدامنا، قدام المشاهدين يعمل حاجه قدامنا، يلا بينا. تبقى سهله وبسيطه. طيب خلاص. طيب احنا فرقنا كنافه وحطينا عليها سكر البودره، كوب سكر البودره او كوب سكر الخشن، فرقناها دخلناها بعضها، ما فيهاش اي تخريزه ولا اي حاجه. جبنا الصينيه بتاعتنا، الفرشه بتاعتنا والسمنه. نبدا ندهن، نبدا ندهنها الاول كويس جدا. انا دهنها اصلا وهي شده عشان خاطر لما اجي احط فيها الكنافه يعني تبقى سمكها تخين السمن. تمام. فانا حضرتك ابدا ادهنها. لازم السمنه تبقى كتير في الكنافه، ده السر بقى. يعني لو الكنافه انا ما سمنتش كويس ممكن تبقى سمنه كتير. انا ممكن بعد ما اخلصها قبل ما اسقيها الشربات بتاعها هبدا اصفي منها السمنه. طيب يلا خدوا بقى شوف عشان ايه، عشان يعني نشوفها وهي طالعه كده ولونها جميل. ان شاء الله. ان شاء الله. يلا بينا نحط. ابدا
ابصم الكنافه. تمام. حتى طريقه ال شايفه شيماء مش عايزينها تنشف بقى. لا عرفتي السر في السمنه. السر في السمنه. ما تقوليش دايت. السمنه الكتير. ما تقوليش دايت بعد كده. حاضر يعني ده حلويات، هي في حلويات فعلا. بعد كده حضرتك لازم اكبس كويس. تمام. اكبس الكنافه عشان يبقى تدي طبقه تحت متماسكه مع السكر بتاعي هتشد معايا الكنافه. لازم برضو في حركه كويسه لان انا بعمل كنافه بالكريمه غير كنافه بالمكسرات كده، فلازم في سور بعمله. لازم اعمل السور للكنافه عشان الكنافه ما تخرش مني وانا بطلعها من الفرن. فلازم علشان ما يبقاش فيه الفرق اللي بيبقى موجود، الكريمه ما تطلعش من بره. تمام. دي حته مهمه جدا لست البيت ان هي حوالين الصينيه داير ما يدور السور. ده تمام. بترفع زي حرف كده شويه ببدا ابصمه عشان اقلب الصينيه على طبق مثلا شوبليت ولا حاجه الاقي الصينيه عامله حرف معايا وشكلها جميل. تمام. ببدا السور بتاعي ابصمه كويس واكبس الكنافه. تمام كده الكنافه سهله جدا. هي سهله ما فيهاش اي حاجه. بس كده ابدا اللبن بتاعي احطه على الهيتر بس يسخن عشان خاطر عندي كوب النشا مع كوب الميه احل النشا بتاعتي سهله وبسيطه لست البيت اهو. اربط بيها الكريمه وبعد كده بنروح داخلين في قلب الصينيه بتاعتنا بنحط الكريمه وبعد كده الطبقه الاخيره بتاعه الكنافه وبعد كده بسقسقها. لازم سمنه تاني غير الطبقه اللي تحت، اديها سمنه تاني اسقسقها بسيط كده وبعد كده ادخلها الفرن لمده قد ايه؟ لمده بتاخد لها 35 40 دقيقه على درجه 180 185 درجه حلو. حراره 185 درجه حراره. بتكون معانا كده الكنافه جاهزه سواء عايزه تحشيها مكسرات بقى كريمه كل حاجه دي متاحه وسط البيت. اهم حاجه بقى في السر الكنافه السيرب. ما دام انا بعمل شربات لازم اعمل شربات قبلها بشويه يبقى بارد. يعني عشان يبقى بارد، عشان حتى لو عملت سخن وعملت الكنافه سخنه وسقيت هتيجي اخر اليوم هتلاقي الكنافه اتهرت. انما انا بضطر اعمل السيرب بتاعي جاهز اشتغل بيه اي حاجه، اسقي بيه اي حاجه طالعه من الفرن السيرب بارد والصنف اللي انا بعمله سخن. تمام. سخن لكن الشربات بيكون او السيرم بيكون معانا بارد لازم علشان نقدر ايه نعمل بيه عشان ما تطراش قوي او تتكلم. أيوة مني. تمام يا شيف. ماشي شيف هسيبك بقى تكمل الوصفه الجميله دي. بنرجع للباشمهندس عماد حمدي بقى نشوف اخر تطورات مصنع الطاقه والملابس الجاهزه. وكنا بنتكلم عن الكولكشن وازاي نقدر ان احنا يبقى عندنا حاجه كواليتي كويس جدا وفي نفس الوقت برضو سعرها يكون يناسب ويناسب المصريين. المصريين المصريين بالاخص وكلنا على فكره. يعني انا عن نفسي حتى لو احب ان انا اشتري حاجه براند وكده بس برضو ببقى برضو عايزه سعرها يبقى حنين. اكيد يا فندم. يعني لازم يبقى برضو باشمهندس كده بسعرها كويس برضو. ده اللي بيميزنا على غيرنا. ايه؟ يعني الجزئيه دي بتميزنا عن اي حد تاني. دي حقيقه. حته السعر الحمد لله. يعني انا عن نفسي لما دخلت كلمتكم عشان تكونوا معانا وتشرفونا يا باشمهندس لفت انتباهي فعلا الحاجه حلوه جدا وسعرها فعلا كويس جدا. يعني حتى قبل ما اكلمك تقريبا سبت كومنت لاختي وقلت لها شوفي اسعارهم عامله ازاي ودخلت كلمت حضرتك وبقيت معانا النهارده. يعني طبعا اسعار هي تنافس فيها جدا وفي كمان في الخامات الخامات فاحنا كده خدنا الاثنين افضل خامه واحسن سعر واعلى جوده واحلى جوده طبعا. بس عايزين نقول لحضرتك ونسال بقى دلوقتي لو ناس كتيره بدات تخش في المجال، ناس كتيره عايزه تعمل ازاي، لو حد عايز يدخل في المجال تنصحه بايه او بتساعده ازاي؟ والله يا فندم هو يعني هو ده بيحصل معانا الحمد لله ان في ناس كتيره اساسا بتدخل لنا او جروب وبيتكلموا معانا ان هم عايزين يبداوا نشاطهم. يعني الايام دي حتى مثلا ممكن مثلا تلاقيه بنسبه مثلا 50 60% ان الناس النهارده كلها عايزه تشتغل في الطباعه. عايزين يخشوا ويشتغلوا في الكهرباء. هي اللي فتح المجال كده استاذ عبد الرحمن ان النهارده اساسا ما فيش حد اساسا عايز ينزل مكان فيه ازدحام شغل. يعني اي مكان فيه زحمه فالناس بتحاول تتجنبه تبعد عنه طبعا تبعد علشان الظروف اللي احنا فيها كده. وكل واحد بيعمل احترازاته فالاغلب اتجه للسوشيال ميديا. للسوشيال ميديا والاونلاين. والاونلاين. وفي ناس بتشتغل على معارفهم وفي ناس بتشتغل مثلا على الناس المقربين ليهم وعلى الجيران والكلام ده. المنطقه اللي هو فيها المحيط دي اكتر حاجه شغاله الايام دي. تمام. ان الناس دي ايه هي اللي شغاله يعني فاغلبيتهم مبتدئين والحمد لله بنساعدهم بقدر المستطاع. يعني بيجي بقى يبدا ياخد ستوكات او ياخد من المصنع شغل يعني مثلا حضرتك مثلا لو في مثلا موديل معين الموديل ده مثلا اقل حاجه فيه مثلا 5 دست او 3 دست او دسته مثلا. تمام. المبتدئ لا انا ممكن اديله نص دسته من الموديل. يعني المصنع مش متاح نص قطعي زي ما بيقولوا تقريبا نص هو الايام دي لازم الناس كلها نص جملة الناس يعني الناس كلها لازم تساعد بعضيها.
لا بيسموها الجمله من نص الدسته. بالظبط كده. ايوه الجمله من نص الدسته. هي مش جمله يعني، هي الجمله اساسا المعترف بيها المفروض اللي هي من دسته 12 من دسته بالظبط. تمام. بس بناء على الجو برضو اللي احنا فيه دوت اساسا لازم يكون فيها شويه تسهيلات تسهيلات ومساعده. فمصنع الطفوه بيقدم التسهيلات والمساعده اللي عايز يبدا مشروع ويبدا يشتغل، فمالوش القلب ان هو يشتري دسته كامله يعني. طب ايه اللي يخليني اكون واثقه في مصنع الطاقه والملابس الجاهزه؟ بص يا فندم، هو احنا الحمد لله مكانه كيان يعني الحمد لله. الحمد لله طبعا الاونلاين في ناس كتيره جدا ملهاش اماكن يعني. يعني في ناس بيبقى شغال من البيت، في حد بيبقى شغال مثلا وهو قاعد في شغله الحقيقه، انما احنا الحمد لله لينا مكاننا وليه يعني في كيان. في كيان في مكان طبعا اللي يعني اي حد بيتكلم معانا اساسا البيج عليه العنوان، عليه ارقام التليفونات، عليه رقم واتساب. الحاجات دي كلها تخليني انا في شفافيه في كل تعاملاتنا مع الناس الحمد لله. اللي بيشكك في حاجه اساسا بيقولوا لا تعالى نورنا اساسا وامسك الحاجه يعني. ان مش معنى ان الحاجه رخيصه فيبقى كده خامتها تعبانه. ان في ناس اساسا بتنزل شغل بتبقى مثلا اسعاره في متناول الايد، اللي هو الناس بتقول عليه شعبي. لا انا شغلي مش شعبي، لا انا منزل السعر لكن الخامه خامه كويسه. والمكان مفتوح يعني، المكان مفتوح اساسا لحد اي يعني اي حد عايز يقارن شغلنا بشغل ناس ثانيه تحت امره. لا كمان لفت انتباهي يا عبد ان الباشمهندس عماد كمان بيعمل اساسا بس مباشر، يعني تعالى بقى شوف الحاجه قدامكم اهو على الواقع اللايف تقدر تشوفها. عايزين مش شورت مودلز مثلا انا ببيعها مثلا للعميل ويجي العميل يجي يستلم الاوردر بتاعه فبيلاقي الحاجه مختلفه. لا لا انا بصور شغلي كله على الطبيعه. تمام. طب احنا مصنع الطاقه مقتصر على شغل الجمله بس ولا جمله وقطاعي برضو شغال؟ لا والله هو جمله بس يعني. والله جمله بس. يعني هو في مثلا عرايس حضرتك بتيجي مثلا تقول مثلا انا عايزه دسته مشكله. ايوه ده سؤال حلو قوي. ما انا ممكن اقول لك بقى انا كعروس عايزه اجهز حاجتي. طبعا انا عايز اقول برضو المصنع الطاقه يا جماعه البنات اللي هم بيجهزوا نفسهم وستات البيوت في لبس بيتي حلو قوي بجامات بقى وكل حاجه زي ما انتم فاهمين عند مصنع الطاقه. اللي انا عايزه اقوله ان العروسه اللي ممكن تجهز نفسها وعايزه اجيب كذا حاجه من هناك ممكن تاخد بقى مشكل. ايوه ممكن تاخد مشكل عادي متاح ده حلو جدا يعني. انت كده حليت لي الموقف، انا كعروسة عايزه اجيب من كذا حاجه فخلاص مش فارقه معايا انت بتبيع بقى قطاعي ولا جمله. لا يا فندم ده يعني الاوبشن ده متاح عندنا. حلو جدا تمام. وطبعا يعني اللي هتشتري بيه مثلا قطعتين ثلاثه من بره ممكن تاخد بيه مثلا دسته كامله. يعني تقدر تاخد قطاعي يعني هو جمله بس اقل حاجه عدد هو 12. باشمهندس عامل ايه بقى؟ بس هو برده بيحاول تعالى بقى ايه بدل ما ناخد قطعه للناس. لا بيحاول يسهل لكن هو الاساس المصنع شغال. وانا هتضحك عليا ازاي يا باشمهندس؟ لا احنا شغلنا جمله. وانا لما هتيجي لما انا هاجي عندك واشوف حاجات عندك في المحل حاجات ما شاء الله كولكشن حلو قوي والكواليتي بتاعها عالي جدا وفي نفس الوقت السعر مناسب انت ضحكت عليا هتخليني اخد منك بدل الدسته دستتين من كذا حاجه مشكله. ده شرف لينا طبعا. فده ذكاء برضو من حضرتك يا باشمهندس يعني. لا الحمد لله يا فندم والله بيميز نفسنا في حاجات كثيره جدا يعني. تمام. مش اسعار بس يعني. نحب نعرف منك برضو صفحه او البيج بتاعه الشغل بتاعك اسمها ايه على الفيسبوك؟ الطاقه والملابس الجاهزه والزيتات. مصنع الطاقه ولا الطاقه على طول؟ لا ده البيج حضرتك. ده البيج الطاقه الملابس الجاهزه والازالات. بالنسبه للجروب اساسا مصنع الطاقه والملابس. احنا برضو قدام حضراتكم عرضنا بعض من الكولكشن اللي داخل مصنع الطاقه زي الازالات اللي احنا عرضناها دلوقتي حالا ودي البيج بتاعت حضرتك يا باشمهندس مش كده؟ تمام تمام. ايوه هي دي البيج يا جماعه ادخلوا بقى واعملوا لايك للبيج وطبعا باشمهندس عماد حمدي هتلاقوا ما شاء الله كولكشن تحفه وعنده شويه ازالات حلوه قوي 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 ولبس بيتي تحفه وفي برضو كولكشن من الخروج حلو قوي ورايق. دي برضو بعد دي بيجاما بنات بقى العرايس بقى واللي بتجهز نفسها والبروز ذاتي فعلا ليه كله والانسات وكله طبعا يقدر يلاقي كل طبعا في مقاسات كمان للبيك سايز يعني حلو قوي يعني الله يكرمك يعني متاح جميع المقاسات متاح كل المقاسات عايز بيك سايز لان طبعا برضو يعني امهاتنا وستات البيوت البيك سايز اللي عايزين مقاسات كبيره ده متاح في المطار كمان حاجات شبابي هي اطفال وشبابي لفت انتباهي برضو حلوه جدا عندك يا باشمهندس. باشمهندس عماد كان في مفاجاه بقى انت كنت حابب تقولها لنا كان في مفاجاه حابب يقولها لنا او يسعد بيها الساده المشاهدين. احنا ان شاء الله الايام اللي جايه دي باذن الله بنجهز مصنع تاني ان شاء الله ما شاء الله وهيكون متخصص في المفروشات. طيب احنا ان شاء الله نيجي بقى نغطي نعمل تغطيه للافتتاح المصنع ده يعني الله يعني لو تدينا الشرف يعني ان احنا نيجي ونعمل تغطيه للمصنع ان شاء الله افتتاح المصنع باذن الله ربنا يزيح الغمه دي. بس يا باشمهندس بقى قبل ما اختم معاك يعني عايزه اعرف بقى انت حابب تشكر مين طيب او توجه رساله شكر لمين؟
سؤال صعب صح؟ طبعا شكر الاول للمدام ان هي اتحملت مني حاجات كتيره جدا واتحملت ما شاء الله يعني انا لو وقعت وقعه جامده على فكره وخسرت فلوس كتيره اصل هو هيروح بعد الحلقه لازم تتكلم كمان اشكر كل الناس اللي وقفت جنبي وكل الناس اللي حوالين مني وكل الناس اللي ساعدتني ان انا انجح في المجال بتاعي. يا باشمهندس عماد حمدي انت نورتنا وانت تستاهل كل خير وربنا يوفقك دايما يا رب. يا رب دايما نورتنا جدا يا باشمهندس عماد. كل سنه وانت طيب والاسره الكريمه طيبه وكلكم طيبين ان شاء الله. رمضان يعود عليكم خير. نشوفك تاني ان شاء الله ونشوف المصنع الجديد بتاع المفروشات وتكون معانا. باشمهندس عماد حمدي صاحب مصنع التقوى للملابس الجاهزه تلاقوه على في جروب وفي بيج على الفيسبوك تقدروا تتابعوا كل ده وتعرفوا كل جديد هما بينزلوا ايه وكل الكولكشن الجديد ان شاء الله مع مصنع التقوى للملابس الجاهزه. نورتنا يا باشمهندس والله شكرا ليك جدا. استنونا بعد الفاصل لسه مكملين هنكمل الكنافه ووصفات الشيف معانا فقره ثانيه استنونا بعد الفاصل.